لكنه لكن هذه الأجواء اللي أنت تحكي عنها بس ما أعرف أنا هي في الصندوق ولا عقب الصندوق. في قصة صارت لك أنتوا نقلتوا في كان في مؤتمر لقمة عربية في عمان وأنا في الصندوق وأنت في الصندوق أي أي. لما نقلتوا للحبانية لما نروح الحبانية أبي القصة دي أسمعها. لا إحنا طال عمرك قلت لك أنه صدام حسين في سنة 80 يعني مصر تركت الجامعة العربية يعني جمدت عضويتها في 79 في 80 يعني صدام كان وضعه السياسي جيد لسه ما قامت الحرب العراقية الإيرانية وكان يريد أنه زي ما قلت لك يستولي على المشهد العربي ودعا إلى مؤتمر قمة عربي في عمان لوضع عقد التنمية العربي عقد التنمية العربي والله وافقوا على أن العقد في عمان وأرسلوني مندوب لوزارة المالية على أساس إعداد لجنة تحضيرية أوراق العمل أوراق العمل و يعني البيان وإلى آخره اللي بيصدر عن القمة عن القمة إيه. المهم لما جينا عقدنا أول اجتماع في الفندق أظن فندق الرشيد وقتها وبعدين قرروا أنهم ينقلونا إلى الحبانية. الحبانية ذي وين؟ الحبانية هذه بحيرة أظن تبعد عن بغداد حوالي 120-150 كيلو. والله جابوا بص ونقلونا هناك يقولوا مكان أهدى وأحسن ومدري إيش. يوم وصلنا وقفوا علينا التلفونات تبغى تاكسي تطلع ولا شيء ما في تكاسي ولا في احجرونا إيه. وبدأنا نناقش مسودات هم مجهزينها مسودات قرارات ومسودة ورقة عمل ستعرض على القمة. هذه المسودة تتضمن تخصيص مبلغ 10 مليون دولار طبعا من دول الخليج وإنشاء مؤسسة لإدارة هذا البرنامج وخلال العشر سنوات تصرف منها على برامج التنمية في الدول العربية. 10 مليار رقم ذيك الوقت. أكثر من 10 بلايين في سنة 80 في سنة 80. فأنا الحقيقة حاولت إني أدور حقين الخليج يعني أساس نكون جبهة إن يعني نعارض هذا التوجه. والله تبحرصه مع الأسف. الوحيد اللي وقف عني ما عندي هو المندوب العماني اسمه محمد العلوي الله يذكره بالخير. أما الكويتي معاهم على طول بعدين صار وزير شؤون اجتماعية عنده الكويت. فجو صحونا الساعة 2 بالليل جابوا لنا الوثيقة بعد ما عدلوها وما أدري إيش قالوا يلا نبغاك توافقون عليها. والله أنا قلت ما أوافق عليها رفضت إيه. المهم أخذوها وش اسمه انتهى المؤتمر إنه هذه الورقة تحفظ المندوب السعودي ومن آخره. بعدين رجعنا قال عندكم مقابلة مع الرئيس رئيس صدام. رحنا للقصر كان في تفتيش يعني دقيق جدا أول مرة أشوف المكاين هذه اللي تحط على الباب وتفتش الناس. المهم قالوا تتغدون مع الرئيس. نسيت أقول لك إنه في خلال المفاوضات بيننا وبين المسؤولين العراقيين لاحظت إنه معظمهم من الشيعة يعني عبد العال الصكبان
عبد الحسن زلزله، كل هذول. عبد الحسن كان امين عام جامعه الدول العربيه، عبد العال السكبان عنده وظيفه في القصر، ما ادري وش كانت وظيفته، بعدين صار امين عام لاحدى المنظمات العربيه. المهم دخلنا على الطاوله، سلمنا عليه، حاطين مندوب الامارات لابس بشت، انا طبعا البس بدله، فحطوه جنب صدام، انا حاطين هناك في اخر عشان البدله ولا عشان كعيب؟ لا لا، الظاهر عشان عييت عشاني ما كنت مؤدب في شو اسمه المناقشات. فمشي الحال، وبعدين عقدت القمه، وكان ما قال لك شيء صدام فوق؟ لا ما قبل، لا تكلم طويلا، وتكلم طويلا عن قضيه انه الدوله انها لا تستطيع ان تدير الاقتصاد، بمعنى انه المبادئ الاشتراكيه والشيوعيه اللي تقال غير عمليه، وانه مستحيل، احنا حصرنا يقول 180 سلعه ما ممكن الدوله تستطيع انها تديرها والى اخره، فلا بد من اطلاق الحريات الاقتصاديه. هذا كان عنده تحول في كان عنده تحول في ذهنه. فما ادري هو مجامله لنا ولا فعلا كان يؤمن بهذا الطرح. المهم صار، يمكن كان عنده شكوك انكم خاف تفهمون ال 10 مليار لتمويل العجز اللي ما قادر الحكومات، ما اعرف والله عاد، لكنه كان يعني بهذا التوجه يريد يحيلنا انه تغير، انه تغير يعني مساله اشتراكيه الاقتصاد الاشتراكيه. رحنا طبعا عمان، وكان يجي بس مين بالعاده القمم يعني اللجان التحضيريه تعقد عملها في بلد القمه ولا في جامعه الدول العربيه؟ هذه قبل، باعتبار انه هم اللي داعين، هم اللي داعين، هم دعوا ايضا الى اللجنه التحضيريه تجي عندهم. يوم رحتوا لعمان؟ يوم رحنا لعمان والله جو القاده والى اخره، فكان هو يمشي زي الطاووس كذا، حتى لدرجه انه وكان يدخن سيجار. انت قلت لك تبي سباحين سبحن عليه، سبحن 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 سبحن. كان يدخن سيجار امام الرؤساء وله سائل، ولا بغى سيجار قال كذا، الوزراء يعطونه سيجار. ف بعدين صار فيه مناقشات بين الوزراء وخفضوا المبلغ الى 5 بليون، وانه يتم صرفه عن طريق الاجهزه الموجوده اللي هي الصناديق الموجوده، او مباشره من قبل الدول. في النهايه ما صار يعني كان تخلص، ما صار لا لا ما صار شيء عقد تنمية عربي ولا شيء. بس هذا